الله بسناب شات، كيف الحال؟ طيبين؟ كيف الأمور؟ كيف الصيام معاكم؟ كل شيء تمام؟ عزيزتي الأم بليز أدعي لي، ظبطينا اليوم يا جماعة. ناس كثير بيقولوا سلطان طب أعطينا عيدية ما عيدتنا، طب إيش تبغوا عيدية؟ قولوا لي كيف تبوني أوزع لكم عيدية؟ إيش الطريقة تبغوها؟ تبغوها بس بكرة أول يوم العيد أوزع مثلا 3000 لثلاث أشخاص، ولا 5000 لخمس أشخاص كل واحد 1000، ولا خليها على يومين، ولا أول 3 أيام العيد؟ اقترحوا علي، ادوني اقتراحات، ولا لا ما تبوا فلوس، تبوني مثلا ما أعرف إيش تبونوا على العيدية اللي تبون أقدم لكم هي. وبالنسبة للحساب يا جماعة لسه ما رجع، والسبب إنه شركة تيك توك ما رجع، لا الهاكر راضي يرد، وشركة تيك توك إجازة ما راضي ترد، فإلى الآن ما رجع. الحمد لله الأمور طيبة. كيف الصيام؟ جيعان مرة، بس وصلني هذا الشيء يا جماعة بصراحة مرة أسعدني. May you read be full of love and pocodor. Thank you والله. Thank you. أفك وأبدأ أكل. الله أدي بالزعتر. كريبي دولسي سالتد كاراميلا. نفطر ونخلص عليك بإذن الله. مين زي ياكل باستا الدجاج كده؟ يا اخي انا عشق الكاتشب معاه. هيك فايت. هذه كاتشب بالباستا يا خوي. والله جربتها؟ لا. لما اجربها احكم. اعشق ام الكاتشب مع المعكرونه. يا اخي ما اسمها معكرونه، اسمها باستا. لا معكرونه. اسمها باستا ولا مكرونه؟ معكرونه. معكرونه. واو. أسامة دوق يا اخي من جد دقيقة عشان احنا بنصور. انا احب الكاتشب. اي شيء كده؟ اي انا احب الكاتشب. في البيت عندك قديش الكاتشب؟ اكثر من ده والله، بس انا عشان الكاميرا دحين يقولوا ايه كثير، وما المرة الجاية ان شاء الله حتكون كلها هذه باذن الله فوقها. يعني نجي نجرب على مسؤوليتك؟ لا تحب الكاتشب؟ ايوه جرب. على مطعم سحسي لحسي فحسي محسي. خلاص احب اقول لكم اللوحة ركبت هناك. هنا اسماعيل متى حرف الار؟ يومين. ود الخالد بس كيف اللوحة الجانبية؟ فسخ 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 الارض لسه فسخ الجزمة فسخ يرحم امك. 8 يا اخي ما دلنا، بس الان البوكس يزبط. تصدق البوكس ده عذبنا. روح فسخ يوم تخش. روح اسمح فسخ فسخ. في دواقة اليوم؟ ما في دواقة بس في اليوم هستلام. قمنا خلاص البوكس الوجه الاول ما شاء الله تبارك الله، غير شكل الفرع مليون درجه. يا اخي ما ادري اللي هناك، بس لين تزبط الامور. اللي يبي يسوي بوكس يا جماعه يبعد عن الوان الفاقعه عشان لا يعيش بحاله توتر. يمكن الارضيه هذه تغيرت 20,000 مره، بس الحمد لله المخرجات الى الان طيبه. درج قلبناه خشب، الاسود ما كان عاجبني ركبنا خشب. مره حلو طلع ما شاء الله ما شاء الله. خلاص اعطونا كم يوم يا جماعه، كم يوم بس لازم انوي عنها، عشان معظم اصحاب المطاعم اصحاب المحلات بيعانوا منها، مو بس انا، اللي هي المواقف. عشان بكره ما بدخل جوجل ماب واحد يجي يكتب لي والله ما في مواقف، تقوم تقيمني نجمه. تقيمني نجمه عشان ما في مواقف؟ حرام عليك. يعني انا مو في يدي المواقف، هذا اول شيء. ثاني شيء 80% من اصحاب البراندات والمحلات بيعانوا من موضوع المواقف. انا عليا من بعد ما توصلني عادي الدرجه وتخش، الخدمه اللي توفر لك، الاكل اللي ينزل لك، قيمني على هذا الموضوع. بس ما تلاقي موقف تديني نجمه يرحم امك. ما نبغى نجمات الطالع والنازل، تجي انت معصب مسنقر ما في موقف تديني نجمه لو سمحت. عشان ايش؟ اوكي اوكي مبسوط صح؟ شايفين السحب؟ خلاص باذن الله باقي شويه وتنورونا باذن الله. كيف حالك كوسه؟ 100 100. دخل بالجزمه. انا والد خاله نتناقش، بقول له ايش رايك؟ خلاص 5000 لمده 3 ايام 15000. بيقول لي لا كثير. لا لا كثير. طب كم تبغى؟ تصرفني؟ طب ما فيها كره بلا اي عيديه، بالعكس من محبه والله. اي شيء يطلع مني فهو من محبه ومن طيب خاطر والله قليله في حقكم. بس معظم الكومنتات انه سلطان نبغى عيديه، سلطان نبغى عيديه. فانا حابب اعيدكم يا جماعه والله. انا اقترحت اقتراح. ايش هو؟ اللي هو العيد 4 ايام. ايوه العيد 3 ايام مو 4. عيد الفطر 3 ايام. عيد الاضحى احنا بنتكلم ده. وعيد الاضحى 4 ايام. عيد الاضحى 4 ايام. اي 4 ايام. طيب كل يوم 5 5 5 5. ليه؟ نايم على كنز انت تصحى كل يوم تحت المخده بفلوس ولا ايه؟ طب كم تبغى؟ ولا عندك البطل اللي تبط لك ذهب كل يوم؟
لا والله. طيب يا اخي لا بس يستاهلوا. لا انا رايي كل يوم 1000. يا نهار اسود. من 5 ل 1000 ورد وخلع. عيدية حلوة كل يوم 1000 وتتوزع على شخصين. 500 لا 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 كل يوم 1000 لشخص. ومن غير اي شروط يا جماعه ما فيها اي نعم. حبيبي ما في منشن مع 20 شخص لا ما في ولا شيء من محبه يعني من اخ لاخوانه واخواته وامهاته وابهاته يا رب وان شاء الله اللي يفوز يكون يستاهلها باذن الله كل الموضوع ما فيه حنزل له حختم يعني حختم يومي بصوره مكتوب فيها اكتب تعليقك على هذه الصوره وحيصير السحب على هذه الصوره واكتب اللي في خاطرك وانا ثاني يوم اسحب على هذه الصوره واحول لك اياها على حسابك يا اخي انت كيف انت لا ما ينفع تمام اتفقنا يصير 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال فريام مين فريام 1000 ريال لمده 4 ايام كل يوم 1000 ريال لا السلام عليكم ورحمه الله اسوي سناب جديد واشارك انت حر مالي سلام منك لله طيب ايوه عادي حب عظيم يا كامل بوغري لو تعرف انا اعرف كامل ما شاء الله من كم سنه اعرفك يا كامل يعني انت كيف كيف انا كيف انا 7 اتصالات تبي ترفع الايجار ما برد عليك عشان كذا والله عارف عشان كذا ما برد شفت بقعد ما برد عارف حتقول لي رفعنا الايجار تعال والله اجيك تعال يا مرحبا يا مرحبا هلا والله بالزين هلا والله بالنور كيف الحال طيبين مضحي ما شاء الله اي والله بس المشكلة لسه يوم الأحد أفضل ليلة يوم الأحد ليه ليه يوم الأحد بكرة جاك ما قدرت زحمة والله بكرة إن شاء الله أنا أجيب قلايتي إيش بك أنت ليه جاء عند أمي تعرف أمي تجينا البيت أنت أقلقل لا لا تقلقل لي أنا أمي تقلقل لي هو من خشاش الأرض ولا ولا نتشرف نتشرف إنه القلقلة تصير من يدك يا شيف علاء ما نمزح حنا إيه ايش بقوا كده ميتين ايش المود ده يا جماعة نفوز احنا فايزين شوفوا اوه 1 2 3 ورد الخالي اخرج اخرج يا ورد الخالي يا ويلي ويلاه احنا نقول احنا في اخر الجيم وعسيري لو عنده 3 يفوز ما في 3 عندك 3 يا اخوي شيل يا ورد الخالي شيل يا ورد الخالي عد بنفسك عاد ايه تعال هنا يلا ولا قلة ادب صباح الخير صباح النور صباح التفاؤل صباح اضحك قد اضحك لك لا تخلي شيء ياثر عليك خليك دائما وعارف متاكد انه ما في مشكله باذن الله الا ولها 1000 حل اضحك قد اضحك لك ما شاء الله تبارك الله العيديه خلقتكم يا جماعه الحمد لله على فين يا سلطان تصوير تصوير في العيد ايوه كيف كذا هو كذا شغل السلام عليكم